ومهات سربرنيتسا وجمعيات عائلات جرائم الحرب ومفقودين وصل لكي تدعم شعب مدنيين في سوريا ندعم نساء من البداية أمهات سربرنيتسا وجبة وجمعيات عائلات مفقودين وعائلات مفقودين في الحرب في البوسنة والهرزك تريد أن تدعم نساء وأمهات والبنات سوريا. أمهات ونساء وبنات سوريا كانوا أثناء الحرب في البوسنة تدعو الله لكي يحسن يعني حاله في البوسنة، ونحن أيضا نريد أن ندعم نساء في سوريا، ولا نريد أن تكرر أبدا إبادة مثل ما كانت في البوسنة في أي جزء من العالم، ولا نريد أن تكرر إبادة في سوريا. نحن ندع في بشرية من الحرب، نحن بهذه رحلة، بهذه يعني قافلة ضمير، نريد أن ندعم نساء سوريا، نريد أن نطلب من العالم تنجو سوريا، أن تنجو أطفال في سوريا، نساء في سوريا. نحن ندافي بهذه العملية، ندافي بهذه القافية، ندافي بشرية مش فقط يعني سوريا. نحن نريد حماية لكل مدني في كل العالم من القتال، من الحروب، ولا نريد أن تكرر يعني إبادة في أي مكان في العالم. أمهات سربرنيتسا مع أمهات سوريا، نساء سربرنيتسا مع نساء سوريا، بنات بوسنا مع بنات سوريا، كلنا مع بعض من اللازم أن نرتفع صوتنا. لكل صوت فيه قوة، وأصوات نساء كل مع بعض من اللازم أن تكون يعني صوت واحد بقوة كبيرة لكي يستمع عالم جرائم ماذا يحدث في سوريا، وينقذ يعني سوريا، ينقذ مدنيين، أطفال، نساء، بنات. أمهات سربرنيتسا مع أمهات سوريا، كلنا مع بعض مع كل العالم، مع أثناء الحرب في البوسنة، أمهات من دول عربية، من سوريا أيضا يعني، نساء من دول عربية طلبوا مساعدة للنساء والأمهات وللأطفال في البوسنة. نحن الآن نطلب من العالم أن ينجم سوريا، أن يقف حرب في سوريا، أن ينقذ أطفال ونساء وكل مدنيين في سوريا. ليس الذنب أي مدنيين، علينا لكل فرد في العالم أن يقدم جزء مساعدة لمدنيين في سوريا، ولكلنا علينا أن نرتفع صوتنا ضد الحرب في سوريا، وعلينا على كلنا في العالم الذين نريدون أن حماية بشرية من اللازم أن نطلب أن يقف، أن تقف حرب في سوريا، أن تقف يعني قتال في سوريا. من اللازم نطلب إنقاذ مدنيين، إنقاذ أمهات، إنقاذ نساء، إنقاذ أطفال، إنقاذ مدنيين كلهم. 7 سنوات مدة طويلة، إلى متى نحن ننتظر انتهاء هذه الحرب؟
كل الشكر لك سيدتي. هل بإمكانك أن هل معكم في القافلة إحدى السيدات من نعم شهدنا مجزرة سبرنيتشا؟ نعم. هل ممكن أن نأخذ نتكلم معهم لو سمحت؟ طبعا لو سمحت. Znači mi žene nahnu nisa iz Bosne i Hercegovine idemo da damo podršku ženama Sirije netheb li netum nisa fi Surija iz razloga toga što smo tokom rata koji se dogodio u Bosni i Hercegovini isto tako doživjele genocidi, razne torture i zločine i silovanja kao što doživljavaju sada žene Sirije. Nahnu nisa min Bosna ve Herceg narif ahsen min kuluva kulu min ejva hatani kejf jaš urun ve kejfe li nisa ve li kulul medenin fi Surija nahnu fil Bosna narif ma maana ibada ولا نريد أن يكرر هذه الإبادة في سوريا لأجل ذلك نحن نمشي لكي نرتفع صوتنا ضد إبادة في سوريا idemo s jednom porukom نمشي مع رسالة واحدة da ta poruka prodre u čitav svijet znači na čitavoj zemaljskoj kugli ولا نريد أن يستمع كل العالم هذه الرسالة Stop genocidu. Stop ibada. Kif ibada. Stop silovanju žena i maloljetnije djece. Kif džerajmo l'harb didel medeni ve atfal ve nisa ve fisurja. Da se to nikada nikome više ne dogodi i ne ponovi. Nebitno gdje i kada. Ned u la, la ju kerrir. لا تكرر إبادة في أي مكان في هذا العالم لا نريد أن تكرر إبادة سربرنيتسا في سوريا mislim da će naš glas sa zajedno sa svim drugim ženama koje su došle iz drugih zemalja da podrže to nasilje nad ženama Sirije sautuna ma aswat nisa min kul alalam Inshallah al-alam se yastami hada saut li anna fi hada saut wahad se yakun yani aswat min kull al-alam nisa min kull al-alam imi imshalemo poruku onima koji rade to zlo wanan nahnu nursil risala li zuama ala alam da prestanu s tim el an an yaqif hada al-harb an yaqif hadihi al-ibada yer Pogotovo žene i djeca, ne znam šta su im toliko krivi, da se toliko to zlo čini, nad, pogotovo na ženama i djeca. Es elu zu'ama alem ma huve zenb atfal ve nisa. I da će ti veliki moćnici, veliki moćnici, da sa ovom porukom koju mi nosimo, koji mi nosimo da će koliko toliko da im proradi svijest i savjest da prekinu s tim inša Allah se jestemi zuamau alem hade saut li NFP saut vahat asvat asvat alaf nisa min kulil alem vahat saut lehu kuva sautein lehuma kuva ve Aswat alaf nisa mine lazim enesteus jestem iz zoma molimo dragoga Allaha ned u mine la taala da prestane nasilje en yaqif hada al harb wal qital madani da prestane rat en yaqif harb da se nigdje više ne ratuje we la yu tukarrir ibada ebeden fi ay juz min al alam da zavlada mir i ljubav među narodima.
أن يكون السلام في كل العالم، أن يكون سلام في سوريا وفي كل العالم. هذا هو رسالتنا. شكرا لك. شكرا جزيلا.